وبين موقعين مختلفين. في 7 أكتوبر لما تم تنصيبنا، لما تم تعييننا من طرف جلالة الملك، لن أخفي سرا أننا كنا منشرحين. في الأخير سنستطيع أن نجسد على مستوى الواقع كثير من الأفكار وكثير من الطموحات وكثير من الآمال. ما كنت أعتقد بأنه أولا سنعيش شهرين آخرين أخريتين في مع كوفيد 19، وحينما انتهينا من كوفيد 19 ما كنت أعرف أن هناك حرب تنتظرنا في الإنعراج، ثم ما ينعكس هذا على قراراتنا وطموحاتنا. في جميع الأحوال وفي القطاع الذي أديره أنا شخصيا، مطلوب مني أن أعيد النظر في التشريعات كلها لأعيد إلى القانون حداثته وأوجه وانفتاحه وقبوله بالرأي المنفتح. وهذا موضوع يحتاج إلى نوع من الجهد الفكري أكثر منه إلى الجهد المادي. أما الحكومة ككل فهي محتاجة إلى إيجاد حلول أو إيجاد أجوبة لوضع سيء جدا بدأ بكوفيد وانتهى بالحرب. هل نعيد النظر في طموحاتنا؟ هل نعيد النظر في اختياراتنا؟ أم هل نعيد النظر في طريقة إدارتنا للأشياء؟ نحن لم نبدأ بعد بإدارة الأشياء حتى نعيد النظر في إدارة الأشياء، ولكن لأنه الحرب بدأت بوجودنا، ولكن هل نعيد النظر في طموحاتنا؟ وهل نعيد النظر في كثير من البرامج؟ كان هذا سؤال أساسي مطروح علينا في الحكومة، كنا لا نجد له جوابا أو نجد له جوابا بشكل آخر، فكنا نقول بأنه كيفما كان الحال سنتعامل مع الموضوع بنوع من الريبة والشك، وفي نفس الوقت بتوجه نحو اتخاذ القرار دون أن نمس بالتوازنات. ولأنني حينما كنت في المعارضة لا تهمني التوازنات، ولا تهمني انتصارات الكلامية والانتصارات في المواقف والانتصارات في القرارات، أما الآن فتهمني التوازنات أكثر من الانتصارات السياسية. وهنا أشعر في كثير من الأحيان بالعجز، لأن عندي رغبة أن أدخل في تلك الصراعات السياسية التي عشتها وأنا في المعارضة لمدة 10 سنوات، ولكن هناك أشياء أخرى تشدني إلى أن أتوقف عن الكلام، وفي بعض الأحيان تشدني حتى لو أعبر عن وجهة النظر وتبقى وجهة النظر لي شخصيا دون الحق في التعبير عنها، لأنه هناك إكراهات وهناك مواقع سياسية وهناك موقع وزير العدل كمؤسسة لها كثير من النشاطات السياسية السيادية وكثير من الحضور في مجالات مليئة بالحساسية. فأعيش هذا التناقض بين الرغبة في أن أكلم الناس عن كل شيء وبين القرار على أنني لا أكلم إلا نفسي بالليل حينما ينام الناس. فبعض الأحيان يعتقد هنا القريب مني بأنني بلغت درجة من الحمق لأنني أكلم نفسي في السياسة، ولكن في الحقيقة كيف أجيب عن أسئلة متعددة يطرحها الناس؟ كيف لهذه الحكومة أن تقرر أمام مطالب كبيرة جدا وآمال منعقدة عليها والتزامات ووعود خرجت من فمها، وأمام واقع دولي يضغط وأناس لا ينتظرون وأناس آخرين يوظفون هذه الأزمة من أجل الحصول على مكتسبات سياسية أو مواقع سياسية؟ حينما ننتقد من المعارضة نتفهم أو نفهم، أولا المعارضة جزء لا يتجزأ من القرار السياسي. المعارضة حينما تنتقدني المعارضة أو حينما تقوم بتقييم فهي تبعث لي رسائل حول إما انزلاقات وإما اختيارات جيدة، وعلينا أن نقبلها وأن نحترمها. وإذا لم نقبل بالمعارضة فيعني هذا أننا نقبل بالمعارضة، عفوا أننا نقبل بالديمقراطية. لذلك فأنا في رأيي أن المعارضة يجب أن تكون مقبولة، لكن حينما أستمع للمعارضة وانتقاداتها أشعر في كثير من الأحيان أننا كل ما نفعله خطأ ومخطئ وملغي للأشياء الجميلة التي كنا نحلم بها. هل نحن على حق الذي نتخذ قرارات تمس في مصير الناس، أم المعارضة التي على الحق التي تتهمنا بأن كل ما نفعله خطأ وغير صحيح؟ على السياسي أن في نفس الوقت أن يدافع على وجهة نظره وفي نفس الوقت أن يتعامل مع تصور المعارضة وموقف المعارضة. ولكن أنا بالنسبة لي أعتبر المعارضة مصدر ثراء ثقافي ومصدر ثراء في اتخاذ القرار، وأنا مستعد أن أستمع للمعارضة وأن أجادلها بشرط
ألا تكون هذه المعارضة تمس بالحياة الشخصية أو تمس بالعلاقات الشخصية أو تمس بأن الجلسات والمجالس أمانات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.